طيب خلينا كمان الزمالك بيسعى لضم أوفا، وهنا يمكن النادي الزمالك مستني للانتظار فتح القيد من عدمه، انما ناصر منسي ومحمد عبد الغني اعتقد ان هم هينتقلوا للبنك الاهلي. موضوع ملوش علاقه بالصفقه، ولكن ان هيتم بيعهم للبنك الاهلي، والزمالك بيتفاوض مع طبعا احمد أوفا لاعب انبي، وانا شايف ان هو مهاجم من المهاجمين المميزين جدا جدا جدا، واعتقد ان هيكون ليه شأن كبير في كره القدم المصريه. طيب زد بينافس بيراميدز على سيد نيمار لاعب نادي الزمالك، يمكن طبعا في منافسة ما بين زد وما بين بيراميدز على اللاعب سيد نيمار، ولاعب طبعا من اللاعبين المميزين، في احتمالية ان يتم التعاقد معاه سواء من زد او بيراميدز، الاثنين مقدمين او بيتفاوضوا على اللاعب، ولكن كل ده زي ما قلنا هينتهي مع طبعا اكيد مع نهاية او فتح باب القيد بالنسبة لنادي الزمالك. طيب خلينا كمان الترجي التونسي بيزاحم نادي الزمالك على اللاعب بوباكر تهاوي، وهو مهاجم الاتحاد المنستيري، الاثنين بيتفاوضوا عليه، واعتقد ان نادي الزمالك طبعا في مفاوضات كبيره جدا مع اللاعب، لاني اعتقد نادي الزمالك محتاج مهاجم في الوقت ده، ونادي الزمالك الاقرب لحسم الصفقه، ولكن زي ما قلنا لسه نادي الزمالك عنده مشكله طبعا اغلاق القيد. في حالة فتح القيد اعتقد ان هيكون في متغيرات كتير هتحصل في نادي الزمالك. طيب يمكن اللي قدامنا على الشاشة ده طبعا اللاعب بوباكر تاوي، هو ده اللاعب اللي بيتفاوض مع نادي الزمالك.